مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. ابناء مصر يصرون على تقديم الروح والدم للحفاظ على وطنهم، ولا يهابون الشهاده في سبيل الدفاع عن ارضهم ليعيشوا حياتهم بعزه وكرامه، وكي تصبح مصر دوله قويه بجنود قواتها المسلحه البواسل وشعبها. تحتفل مصر والقوات المسلحه اليوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق اول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهه قناه السويس اثناء حرب الاستنزاف، ليضرب اروع مثال في ذلك الوقت، رغم كونه كان رئيسا لاركان حرب القوات المسلحه، الا انه كان دائما في طليعه الصفوف الاماميه تاكيدا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان. في حلقتنا النهارده من مساحه للراي نبعث برساله شكر وعرفان وسلام لشهدائنا الابرار الذين افتدوا الوطن، ونتذكر معكم التضحيات العظيمه لابناء الوطن الشرفاء، واخرهم شهداء مصر في معركه القضاء على الارهاب. بنستعرض النهارده ما تقدمه الدوله لاسر الشهداء تقديرا لبطولاتهم، خاصة أنهم قدموا أرواحهم لهذه البلاد، مع ضيفي الكاتب الكبير في الأستوديو الأستاذ محمد الصياد المحلل السياسي. نورنا، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا شهاب. خليني في البداية محمد، عندما نتحدث عن ذكرى 9 مارس، هنا نتحدث عن جيش وشعب رفض الهزيمة أو النكسة، وظل يجاهد حتى آخر حتى آخر لحظة يعني. وهنا نتحدث عن رئيس أركان في مقدمة الجنود في 9 مارس 69. ما هي دلالات هذا اللوم بالنسبة لك يا أستاذ محمد؟ الحقيقة يعني لما يعني صانع القرار أو من له سلطة تحديد يوم تحتفل مصر فيه بيوم الشهيد، ويختار يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، كان من وجهة نظري اختيار موفق جدا، لأنه يعني حالة معبرة جدا عن كم التضحية اللي تم تقديمها. رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجبهة وسط الجنود، يصر أنه يتفقد أحوال أبنائه على مرمى أقل من 250 متر من مرمى النيران الإسرائيلية، وكانت النتيجة استشهاده نتيجة إطلاق النار في الوقت ده من القوى المعادية. ولكن الحقيقة الاستشهاد اللي تم في اليوم ده بالشكل ده وبالمضمون ده أحيا قيم كتيرة، وأكد ورسخ على مبادئ كتيرة بيتمتع بها الجيش المصري منذ القدم، عقيدة موجودة لدى المقاتل المصري اترسخت في هذا اليوم في صورة واضحة وجلية من خلال التصرف الشجاع والجسور اللي أقدم عليه رحمه الله الفريق عبد المنعم رياض في اليوم ده. خليني أستاذ محمد هنا أتذكر يعني من 67 حتى 73، هذه الفترة التي شهدت بطولات، يعني عايز أقول بطولات خاصة وبطولات غير عادية في تاريخ العسكرية المصرية، كيف تقيم هذه الفترة أو ما يعرف بفترة حرب الاستنزاف للعدو؟ يعني كلنا عارفين اللي حصل في 67، وقد إيه إحنا الجيش المصري اتظلم في هذه الحرب. اللي حصل من 67 لغاية 73، لو جينا نستعرض حجم البطولات اللي تمت وحجم الخسائر الكبيرة اللي كبتها الجيش المصري لجيش العدو، كلنا نتذكر ولدينا المعلومات الكافية عن تدمير إيلات، معركة راس العش، كتير من المواقع اللي نفتخر بيها ويظل أبنائنا بعدنا يفتخروا بيها. جيش هزم وبعد أقل من 6 سنوات يستطيع تكوين نفسه وينتصر انتصار هو خارج العقل وخارج كل الحسابات العسكرية وخارج كل النظرات العسكرية. أعتقد ما تم من 67 ل 73 يعني كتب عنه التاريخ كثيرا، وسيكتب عنه التاريخ أيضا.
خلينا نقول برضو ان يوم الشهيد هو ليس يعني فقط حديث للذكريات، ولكن يعني حديث عن مواقف مشرفة لهذا الوطن. يعني عندما نتحدث عن قواتنا المسلحة فنحن نشعر بعز، نشعر بالفخر، لأنها دائما ما تكون حائط الصد للأمن القومي المصري. يعني لم تتوقف تضحيات القوات المسلحة لا في 67 ولا في 73، ولكن ظلت مستمرة في محاربة الإرهاب الذي تعرضت له الدولة المصرية. وزي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت من الأوقات أو حتى للآن، الدولة المصرية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. كيف ترى حرب مصر على الإرهاب، سواء كان حتى بقواتنا المسلحة أو حتى بالشرطة المصرية أو حتى بالأفراد المصريين العاديين؟ يعني لما ذكر السيد الرئيس أن الجيش المصري يواجه الجماعات الإرهابية نيابة عن العالم، هو بيتكلم عن واقع حادث على الأرض. الحقيقة أن الخطر اللي هو أعقب 25 يناير وكم العناصر المتطرفة والإرهابية اللي دخلت مصر واستوطنت في كثير من الأماكن الحدودية وعلى الأخص في شمال سيناء، كان كفيل في حال نجاحه لا قدر الله بزعزعة الاستقرار على مستوى العالم، مش على مستوى مصر ولا منطقة الشرق الأوسط ولا المنطقة العربية فقط. لأن من المعلوم أن مصر كمكان جغرافي وكأهمية سياسية وكدولة كبيرة تعدادها يتعدى 100 مليون مواطن، أي تأثير أو أي خلل أو أي سيطرة من العناصر الإرهابية دي على بلد أو جزء من بلد زي مصر، أعتقد ما كانش ضرره هيقع على الدولة المصرية فقط، ولكن كان سيقع على مستوى العالم. كلنا شفنا قد إيه مصر خاضت هذه الحرب بجسارة وبتضحية وبإصرار غير عادي على اقتلاع هذه الجماعات الشيطانية من مجتمع متماسك ومترابط زي المجتمع المصري. شفنا قد ايه العمليات الإرهابية وذروتها من 2016 ل 2018، وقد ايه يعني تقريبا كل بيت في مصر كنا كل يوم بنسمع شهيد، وكل مدينة وكل قرية كانت تودع شهداء، وكنا نرى الأمهات يقدمن أبنائهم للفداء للوطن مرة أخرى. يعني إحنا نتذكر جميعا السيدة التي قتل نجلها وأصرت على أن تقدم لنجلها الآخر في الكلية الحربية، يعني كلنا نتذكر، أنا بس مش فاكر اسمها، بس الحقيقة دي واقعة أعتقد كل المصريين شافوها في سنة 2017. ده كان يعني كانت واقعة كاشفة جدا لحجم التضحية اللي قدمها الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب نيابة عن العالم. خليني هنا، يعني دائما وإحنا بنتكلم يعني على الإرهاب ويعني مسيرة الشهداء في مصر لم تتوقف، ولم تتوقف حتى إلى الآن. يعني حتى كان في شهيدان في قوات حفظ السلام في إفريقيا استشهدوا بالأمس. يعني صحيح. وأنا خليني أتكلم هنا على الفكرة نفسها، فكرة الإرهاب، ويمكن السيد الرئيس بيؤكد على أن الإرهاب اللي بالسلاح القوات المسلحة والشرطة قادرة على أن تجابه هذا الإرهاب، ولكن يبقى الفكرة أو الفكر أو العقيدة التي تتكون عند هؤلاء الإرهابيين. وهنا خلينا أقول أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حمل التوعية شاملة بعنوان يستبشرون، وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد، وتتضمن خطة توعوية بالقضايا المهمة التي يعني تمس المجتمع. وهنا أتكلم على دور الأزهر كمنارة وسطية للتعريف بالإسلام الوسطي، خاصة أن في خلط ما بين مسألة الجهاد عن الوطن والجهاد بمعاني منحرفة تستغلها بعض الجماعات الإرهابية. زي ما حضرتك ذكرت، يقع على عاتق الأزهر هذه المؤسسة العريقة التي نحمل لها جميعا كل الاحترام والتقدير، مسؤولية
نشر الدين والفكر الوسطي المعتدل. وللأسف الشديد توجد بعض الكتب التي يستند إليها هؤلاء يعني المرضى النفسيين إن جاز التعبير، وزي ما حضرتك ذكرت يأخذون من فكرة الجهاد والدفاع عن الدين مناحي منحرفة تماما، هي بعيدة كل البعد عن منهج الدين الإسلامي. لما نيجي نتكلم عن الأزهر، الحقيقة الأزهر دوره مش بس في مصر لنشر الدين الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولكن له دور على مستوى العالم، ونحن نعلم جميعا كم التقدير والاحترام التي ينظر به العالم وجميع الدول الإسلامية إلى مؤسسة الأزهر الشريف. فزي حضرتك ما ذكرت، بالفعل تقع على عاتق الأزهر الشريف مهمة كبيرة جدا لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يعتنقها بعض الشباب ويستغلهم جماعات هي جماعات مأجورة لها أجندات خارجية تحركها أصابع تريد لا تريد لمصر الخير، ويستغلون هؤلاء الشباب من الناحية الدينية ويغذوا بداخلهم هذا الفكر المتطرف. نجد هنا هذا المنهج الذي يعتنقه هؤلاء، الذي يقوم على سفك الدماء وتخريب الأوطان وتخوين الآخر وتكفير الآخر، بعيد تماما كل البعد عن منهج الإسلام الوسطي، وده دور قام به الأزهر ويقوم به الآن، ونطالب بمزيد من هذا الدور بما يتوافق مع الأدوات الموجودة حاليا، الأدوات المعرفية التي يوجدها الشباب ويستطيع من خلالها أو تستطيع مؤسسات الدولة من خلالها الوصول لعقل هؤلاء الشباب. أعتقد أن على الأزهر الأخذ بهذه الأساليب الحديثة في المعرفة وكيفية الحوار والتواصل مع الفئات العمرية المختلفة، وأن ينعكس ذلك أيضا على المناهج التعليمية وعلى كل مؤسسات الدولة المعنية واللي هي التي تتعامل مع الشباب بشكل مباشر. خلينا أستاذ محمد هنا أتوقف، يعني عند يعني عندما نستعرض مسيرة شهدائنا، يعني على يعني عفوا حتى في العصر الحديث، يعني نجد بطولات كبيرة، يعني وهنا أتكلم على دور الإعلام ودور حتى الصحافة أو دور الإعلام بشكل عام، سواء كان مقروء أو مسموع أو حتى دراما، يعني هل ترى إن يعني الإعلام أعطى لهؤلاء الشهداء حقهم؟ يعني لما نسمع عن صائد الدبابات، نسمع عن حجم التضحيات اللي قدمت في الحروب، أو حتى حجم التضحيات اللي قدمت منذ حتى 25 يناير 2011 إلى الآن، تجد أمثلة يعني رائعة. وأنا دائما أقول حاجة غريبة قوي، يعني الدراما الأمريكية وحضرتك أعلم، يعني مع أن أمريكا كانت دولة غازية لفيتنام وكانت دولة يعني تمارس الإرهاب، يعني أنا ده رأيي يعني الشخصي، دولة تحارب دولة وتقتلها بالنابالم، إلا أنها تصور الجندي الأمريكي اللي بيدافع عن صديقه ومش عارف إيه، وتعمل دراما وجو يعني ياخدك في حتة تانية خالص. يعني وأنا أتحدث عن الدراما، عندنا أمثلة أيقونات، يعني هل الناس دي أخذت حقها في الدراما في الإعلام؟ يعني حضرتك بتشير لنقطة مهمة جدا، دور الإعلام في تسليط الضوء على أفكار، على أشخاص، على بطولات. ويستطيع الإعلام زي ما حضرتك أشرت أن يصنع من لا شيء شيء، زي حضرتك ما ذكرت كده، بس احنا واحنا عندنا يعني احنا عندنا الملاحم دي كلها بالظبط. فيستطيع الإعلام بشكله المطلق أن يصنع من لا شيء شيء زي ما ذكرت لحضرتك، وحضرتك أشرت لده في النموذج الأمريكي والحرب الفيتنامية. ولكن الحقيقة إحنا عندنا المادة والبطولات، وعندنا ما يمكن كلها حقيقة أن يعني إيه نصنع به ملاحم نوثق بها دور هؤلاء الأبطال. والحقيقة إحنا بدأنا في هذا الإطار، يعني أنا يعني شايف أن مسلسل الاختيار
هو جزء من اللي حضرتك بتشير اليه. طبعا مش كفايه، احنا عندنا يعني لما حضرتك احنا شهدائنا التاريخيين الشهيد عمنا مرياض، عاطف السادات، عندنا ما نقدر ان 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 نذكره بكل فخر. ولكن خلينا نشوف بعد 25 يناير انت عندك ملاحم يقف امامها التاريخ، يعني ما فعله الشهيد منسي، رامي حسنين، عندنا نماذج يستطيع الاعلام وتستطيع الدراما ان تقول في هذا الملف الكثير بما يوثق تاريخيا حق هؤلاء على المجتمع وعلينا، ويكون يعني دروس لاجيال قادمه تستطيع انها تتعلم من هؤلاء الابطال. بالتاكيد خاصه ان احنا عندنا معركه هامه جدا هي معركه الانتماء في ظل هذا السيل الغير منقطع من الاعلام ومن المعلومات المغلوطه ومن الشائعات اللي بتتعرض لها الدوله المصريه طول الوقت من منصات اعلاميه معروفه ومن جماعه ارهابيه معروفه. حتى لما تشوف الاعلام على مستوى العالم ما تلاقيش دوله بتتعرض طول الوقت لهذا الكم من منصات اعلاميه معروفه وموجوده، يعني حاجه غريبه يعني. لكن خلينا نطلع تقرير الصحافه، وبعد تقرير الصحافه هتكلم عن مش عايز اقول تقدير الدولة ولكن واجب الدولة نحو اسر الشهداء وما قامت به الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم اسر الشهداء والوقوف مع يعني ابنائهم طول الوقت بعد هذا التقرير للصحافة، فابقوا معنا. من الشروق، اللواء أشرف أحمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين أشار إلى أن اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد يأتي تأكيدا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من السيد القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة. في المصري اليوم، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن أبطال القوات المسلحة يضربون دوما أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره. في الوطن، طالبت الدكتورة عزة الخولي ابنة شقيقة الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض بأهمية سرد قصص الشهداء في المناهج الدراسية لترسيخ الشعور بالانتماء وحب الوطن والقيم والتي توضح تضحية الشعب من أجل بلدهم. الأخبار، أوضح السيد محمود الشريف نقيب الأشراف أن رجال الجيش والشرطة دوما على الموعد لمواجهة أي معتد لا يخشون شيئا ولا يهابون أحد، ويؤكدون يوما تلو الآخر على دورهم الحيوي في بناء البلاد وتقدمها ورفعتها بين باقي دول العالم. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. استاذ محمد، خليني اتكلم في تقرير الصحافه. هنا كان في جزئيه خاصه تحدثت فيها ابنه اخت الشهيد، شقيقه الشهيد عبد المنعم رياض، تحدثت هنا على مساله المناهج الدراسيه. يعني يجب ان يعني كنا زمان بناخد التربيه القوميه معايا صحيح الجيل بتاعنا ده طبعا يعني مساله يعني ان المناهج الدراسيه يكون فيها يعني شهدائنا الايقونات المصريه تاريخهم ونشاتهم، اهميه المساله دي في المناهج الدراسيه يعني بكل تاكيد بدايه يعني طبعا بكل تاكيد ده جزء من تاريخنا، واللي ملوش تاريخ ملوش حاضر ولا مستقبل. بتأكيد. الحمد لله احنا لينا تاريخ، يعني تاريخ ممتد ضارب في جذوره في اعماق التاريخ وممتد معنا حتى هذه اللحظه. فنموذج الشهيد عبد المنعم رياض طبعا في معاني كتير زي ما ذكرت في بدايه الحلقه، في معاني عظيمه يعني قائد عظيم يستشهد وسط جنوده في الميدان على الرغم من الخطر المعلوم، اركان يعني قياده كبيره مع جنوده على الجبهه يعني بالظبط، وكان من الممكن ان يكتفي بمكان بعيد عن مرمى النيران، ولكن اصر انه يرفع معنويات جنوده واصر انه يقتحم مناطق هو يعلم تماما اكثر من غيره انه حياته معرضه للخطر، ولكنه
هو هنا بيؤدي واجب ويؤدي معنى ويؤدي رسالة. فأعتقد يعني الكلام ده كلام دقيق جدا، وعلى يعني القائمين على المناهج التعليمية الاستفادة من هذه النماذج. يعني تأكيد أكلمنا على اهتمام الدولة بأسر الشهداء والحرص على الاحتفاء بأبنائهم وعائلتهم. اسمح. الحقيقة الدولة في الفترة الأخيرة قدمت كثير في هذا الإطار. يعني عندما نجد في 2018 يتم إقرار تشريع من البرلمان وإنشاء صندوق الهدف منه جمع الموارد المالية للإنفاق على أسر الشهداء وتكريمهم ومساعدتهم بمختلف الفئات العمرية، صرف معاشات، صرف إعانات دراسية. حتى هذا التشريع تم تعديله في اللي هو تم إقراره في 2018 تم تعديله في 21 في المجلس الحالي، وتم إضافة عليه يعني بعض الأمور الأخرى التي يعني تعظم من موارد هذا الصندوق، وإضافة خدمات أخرى زي الاشتراك أسر الشهداء في الأندية والمراكز الشباب وما إلى ذلك مجانا بدون اشتراك. يعني حاجات كلها يعني كلها بسيطة رمزية أمام بالظبط. يعني لو إحنا جينا قارنا حجم التضحية اللي حصل، حد ضحى بروحه في سبيل بلده، مهما تقدم أنت كمجتمع أمام هذه التضحية فأنت تقدم أشياء رمزية مقارنة بما تم تقديمه. فالدولة الحقيقة يعني مهتمة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف تماما. ونجد اليوم يعني النهاردة الرئيس حاضر احتفالية كبيرة، يتم استعراض نماذج من أبطالنا الشهداء، يمكن بيعرض لنا بيعرض الآن بالظبط تأكيد تكريم أسر لأبطالنا الشهداء. فأعتقد أن الدولة أيضا يعني لما تيجي الدولة تأخذ أسر هؤلاء الشهداء وتنظم لهم زيارات داخل وتحتضنهم ويحسوا أن هم ما قدموش أرواحهم كده هباء يعني بالظبط تأكيد بالظبط. خلينا هنا أكلم على يعني الحرب على الإرهاب والإشهادات الدولية والتجربة المصرية في محاربة الإرهاب. يعني اللي أنا شايفه أن التجربة المصرية في محاربة الإرهاب الحقيقة تجربة تدرس، وأصبح لدينا خبرات متراكمة نستطيع أن نفيد العالم بها. والحقيقة أيضا أن كثير من دول العالم المتقدم تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار، ووجدنا تعاون كبير جدا أفاد الطرفين، أقصد إحنا وهذه الدول، في فكرة تبادل الخبرات وتبادل المعلومات، واستطعنا الحصول على كثير من الأجهزة اللي ساعدتنا كثيرا كثيرا في هذا الإطار. ما كان ينبغي لنا أو ما كان لنا أن نحصل على هذه الأجهزة أو هذه المعلومات ما لم نقدم للطرف الآخر ما يجعله يعني يمدنا بهذه المعلومات وهذه الأجهزة. وإحنا بنتكلم على المعلومات هنا نتحدث عن حروب الإلكترونية أو ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس. إزاي يعني نقدر نواجه هذه الحروب اللي برضه مع يعني لما نشوف الخريطة تلاقي الشعب المصري والدولة المصرية مستهدفة طول الوقت طول الوقت. يعني احنا حضرتك لسه كنا بنقول لما ذكرنا الأزهر ان في أدوات للمعرفة وأدوات للتواصل. الحقيقة برضه بنفس القياس وبنفس المنطق الحروب، لما يعني السيد الرئيس اتكلم في أكتر من مرة على حروب الجيل الرابع، ده حقيقة. الحرب المعلومات اللي احنا بنتعرض ليها، حتى الحروب بقى في حروب هي
مش قايمه على السلاح ولا قايمه على الدبابه، هي قايمه على ان تضليل، رسائل اعلاميه خاطئه، تصوير امور غير حقيقيه، اما بانتصار مزعوم او هزيمه غير حقيقية. نفس الكلام كده صحيح. ده 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 مسار. في مسار تاني ان انا ممكن اخوض حرب سيبرانيه ادمر بلد، اقتصاد بلد بالكامل، وانا قاعد في بلدي يعني. يعني بخش بطريقه معينه، هاكرز لاشياء او انظمه او سيستم معين، بعمل شلل الاقتصاد كامل لدول. تمام. ممكن اعطل حركه الطيران وهكذا. فالحقيقه الـ 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 يعني حرب المعلومات والحرب اللي هي يعني انجاز التعبير اللي مبنيه على فكره المعلومات الرقميه، لا هي حرب حقيقيه. اخيرا استاذ محمد، عايز اتكلم على مساله يعني الوعي. يعني الوعي ده شيء مهم جدا يعني، وانا عايز اقول ان في مؤسسات في الدوله كبيره جدا وكتيره جدا، لا خلينا اقول انها ما بتقومش بواجبها يعني. يعني حضرتك برضو من جيلنا كده، اصول الثقافه، المسرح والادب، وازاي كان في تجمعات للشباب، حتى مراكز الشباب. يعني انا لا ارى ان مراكز الشباب يبقى هدفها كوره ودورات مش عارف كوره وبس، بالعكس ده 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 ملتقى للشباب يكلمهم يتحاورهم وانا اتكلم على مساله نشر الوعي من خلال وسائل موجوده لدى الدوله، يعني مش محتاجينها. يعني اصول الثقافه دلوقتي تلاقيها عامله زي الخرابات، يعني ما عادش للاسف لا في مسرح ولا في فنون ولا في مواهب ولا في شعر. الحاجات اللي كانت بتحصل في اصول الثقافه اللي منتشره، مش عايز اقول في كل محافظه، لا ده في كل مدينه ما في اصول ثقافه منتشره يعني. وانا عايز اتكلم على اعاده نشر الوعي، الوعي الوعي، لانها معركه، هي معركه وعي الحقيقه، وعي بالوطن، وعي بالانتماء، وعي باللي بيحصل في البلد، وعي باللي بيحصل خارج الوطن. وخليني برضو اتكلم، وانا بتكلم على معركه الوعي، برضو اتكلم على مساله الاكاديميه الوطنيه اللي سمحت بعد ما كانت مقصوره على مثلا فئات معينه، سمحت لكل الشعب دلوقتي انه يتقدم، سواء كانت اكاديميه ناصر او الاكاديميه الوطنيه للدفاع. ده شيء مهم برضو في معركه الوعي. صحيح. يعني عايز اقول لحضرتك ان الحرب على الارهاب وتكريم الشهداء والاصرار على اخذ حقهم ياتي بتكاتف الجميع. مؤسساتنا الامنيه ممثله في الجيش والشرطه يقومون بدوره على جبهه القتال، على باقي مؤسسات الدوله ايضا اللي حضرتك اشرت اليها ان تقوم بدوره، وأن تقوم بهذا الدور زي ما قلنا متمشيا مع حالة التطور اللي حصل على مستوى العالم. يجب على المسجد وعلى الكنيسة وعلى قصور الثقافة وعلى مراكز الشباب وعلى الأندية وعلى كل من يقوم بالتعامل مع الشباب، مع الناس المباشرة يعني بالظبط، أن يقوم بدور التوعوي الذي يعني يستهدف في النهاية إلى إبراز الحقائق وكشف الأكاذيب. لأن زي ما حضرتك ذكرت، يوميا هناك منصات لا هم لها غير نشر الأكاذيب والتضليل بشأن الدولة المصرية وبشأن تشويه كل ما يتم على الأرض المصرية. فهذه المؤسسات المدنية عليها دور كبير بالتأكيد في إعادة نشر الوعي لدى فئات المجتمع المصري المختلفة. يعني قبل ما انهي حلقتي برضو يعني تحية تقدير، تحية اعزاز، تحية فخر يعني مسيرة كبيرة من شهداء هذا الوطن. تحية اجلال واعزاز للمرأة المصرية. امبارح كنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة، النهاردة بنحتفل بيوم الشهيد. تحية اعزاز للمرأة المصرية اللي زوجة شهيد وابنة شهيد وام شهيد يعني، واللي زي ما اشار ضيفي انها لم تبخل على هذا الوطن لا بابنائها ولا برجالتها يعني. في نهايه هذه الحلقه بتقدم بالشكر لضيفي الكاتب الصحفي والخبير الاستراتيجي الاستاذ محمد صياد. نورتنا يا فندم. اهلا وسهلا. وانت طيب. والشكر لزملائي في استوديو 2 وفريق عمل مساحه للراي لهذا اليوم، وشكر للساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.